بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف مباراة علي ضد سباركي، نختار انه يروح الجهة الثانية. طبعا الخطة كمبدأ رهيبة، بس الخصم لا كذا 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 صارت الامور اصعب بكثير. سباركي من بيكا مع روح علاج مع غضب، يعني نشوف. شكله نفس الخصم. روعة. بداية كانت روعة بس غلط انه يلا امير الظلام الرهيب. امير الظلام بالتعامل مع الاشكال هذول الجحلط رهيبة. بدايات علي بهذه المباراة مرة مثالية، مرة رهيبة. الخصم ناوي ياخذ 3-0 الآن، يعني ناوي ياخذ الأبراج كلها. طبعا حط كل شيء بهذه الهجمة الآن ورطة. ثلاثين ثانية طبعا ضيع الوقت، الخصم ضيع الوقت صراحة. يعتمد على هذه الهجمة كثير. كفو والله كفو. نعم ما عاد ولا رميت اسهم ضد هذولا، بس كفو من جد، كفو. هذا الذكاء. شوف الكلاب كل شوي نفس الخصوم. شاهد القبر ذا متكرر الحين، كل شوي بيجينا كل... يا الله هذا أسوأ شيء باللعبة، يعني ما يصدق يجيبون عليك كل المضادات ورا بعض نفس ال...
أيوة هذا أبو عصار ذا أيوة مقبرة يعني هي طول الفيديو صار مرة طويل الحين انت تبغى فيديو يصير فيديو ثلاث مباريات بالكثير حق 10 دقائق بالكثير الان طولت ساتر من هجمة واحدة شوفوا ايش صار مشكلة مقبرة مرة صعبة مقبرة لحالها قاعد يلعب بدون تجميد مقبرة وشوي إعصار أحيانا بس بدون تجميد يعني في أمير الظلام يعني يعتبر مضاد جيد يعني للمقبرة ومع ذلك ما قدر أو يعني مضاد جيد للهياكل هذا قصدي عموما إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.